كذلك مما يتعلق بالأخوين، وهذا مقدم على كل ما قلناه من حيث الوجود، ما كان بين قابيل وهابيل. فظاهر القرآن أن قابيل وهابيل هما ابناء آدم لصلبه، لأن الله عز وجل قال واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق. صحيح أن كلمة ابني آدم تطلق على كل أحد من الناس، لكن دل قول الله عز وجل لما قال عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، دل على أنه لم يمت أحد قبله، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلمة إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. قابيل وهابيل في خبرهما ما يدل على أن الإنسان ينبغي عليه أن يتوقى الظلم وإن كان قادرا عليه، فقد قالوا إن هابيل كان أقوى من قابيل وأقدر على أن يرد بأسه عنه، لكنه قال عنه كما قال الله إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فخوفه من الظلم، خوفه من الله، منعه أن يبادر أخاه بالقتل، في حين أن الثاني لم يكن فيه ذلك الخوف من مقام الله، فسولت له نفسه قتل أخيه فقتله يقول رب العزة، فكان منه القتل لأخيه، وذلك لأنه عياذا بالله ملئ حقدا وحسدا على أخيه لما تقبل الله منه. قال الله عز وجل إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، ففهم الأول أن الباعث على القتل أن قربانه قبل، فبين لأخيه السبب قائلا إنما يتقبل الله من المتقين، لو لزمت التقوى كما لزمتها لقد تقبل الله عز وجل منك، لكن ذلك لم يمنع الأخ أن يقتل أخاه عياذا بالله. فكان ما كان من أمرهما مما قصه الله عز وجل في خبر، والمقصود ليست تفسير الآية، إنما المقصود الحديث بين أخوين. فنحن نرى فيما ذكرناه كله أخوان يقتل أحدهما الآخر، وأخوان أحدهما يشفع للآخر لينال حظا مما أخذه كما وجدناه في خبر موسى وهارون، وأخوان يقتتلان على الحكم كما في خبر الأمين والمامون، وأخوان تبعد بينهما الديار ويبقيان نبيين كريمين وهما إسماعيل وإسحاق. فهذا يدل على أنه لا يمكن أن نقول إن ثمة طريق واحد يمكن أن يحيا الناس عليه، لكن الله عز وجل جعل الأنفس تختلف، والإنسان العاقل يسير متوكلا على ربه، واثقا من نصره، متجنبا للظلم، محبا لقرابته، يتقي الله عز وجل فيهم، لأن الله عظم حقهم. قال الله عز وجل وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل.